بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنحل مع بعض بي سيت 1 ماريو. انا هستخدم الاي دي اي الخاص ب سي اس 50. اللينك بتاعه موجود هنا، تولز اي دي اي. طبعا قبل ما نعمل اي حاجة احنا لازم نشوف المحاضرة بتاعت ويك 1 كويس، نشوف ونفهمها ونراجعها كويس، واذا كنا محتاجين نرجع تاني لاي جزء معين ففي هما عاملين حاجه اسمها نوتس. النوتس دي بتخلينا نقدر نراجع على اللي اتقال في المحاضره من غير ما نحتاج نعيد الفيديو تاني. يعني في عندنا هنا نوتس نقدر نعمل كنترول اف، ندور على اللي احنا عايزينه، نقدر نشوف كل الفانكشنز اللي اتكتبت، كل الكوماندز اللي اتعملت من غير ما نضطر نعيد الفيديو تاني من الاول، وحاجة مكتوبة تقدر تطبعها برضو للناس اللي بتحب الكتابة والكتب. يعني برضو في عندنا الشورتس، برضو دي مهمة جدا 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 لأنها بتركز على اللي اتقال في المحاضرة بتفاصيل شوية، ومن غيرها مش هتبقى فاهم قوي برضو ايه اللي المفروض يتعمل في حل المشاكل. بعد كده بنشوف بقى البروبلم سيت 1. مطلوب في بروبلم سيت 1 دي عندنا ان احنا نحل اول حاجة هالو، وتحل واحدة في الاتنين دول اللي هو ماريو if you feel less comfortable، ده لو انت حاسس انك انت لسه شوية مهزوز من ناحية المحاضرة. وللأمانة برضو دايما بيبقى التانية دي اللي هي more comfortable بتبقى محتاجة حد عنده باك جراوند شوية في البرمجة، او على الاقل شاف المحاضرة بتاعت الاسبوع التاني. عموما احنا هنحل ماريو less comfortable، و لو انت حليت الاتنين دول فانت الاعلى سكور فيهم انت اللي بيتحسب لك، ولو حليت كاش وكريدت برضو الاعلى سكور فيهم هو اللي بيتحسب لك. احنا هنركز النهاردة على ماريو، فهنفتح نشوف ايه المطلوب. المطلوب مننا بكل بساطة ان احنا نعمل هرم ارتفاعه ما بين 1 و8، ما بين رقم 1 ورقم 8. البرنامج اسمه ماريو، هيخلي اليوزر هو اللي يقرر الهرم ده طوله قد ايه. فاحنا لازم الاول نسأل اليوزر على رقم موجب ما بين 1 وما بين 8 فقط، يعني مش اكبر من 1 ومش اقل من، مش اكبر من 8 ومش اقل من 1. فلو هو ادانا مثلا رقم 8، لو ابتدينا البرنامج ب دوت فورورد سلاش ماريو فالبرنامج يقول هايت، فاليوزر يدخل رقم 8 فيترسم الهرم ده زي ما هو كده. لو خدنا بالنا هنا في مجموعة سبيسز، لو دخلوا رقم 8 هيرسم 7 سبيسز وهاشتاج، بعد كده 6 سبيسز، وبعد كده 2 هاشتاج، بعد كده 5 سبيسز، 3 هاشتاج، وهكذا لغاية رقم 8. الصف الثامن ده مفهوش ولا سبيس واحدة وفي 8 هاشتاج. لو دخلوا رقم 4 فهيترسم الأول 3 سبيسز وبعد كده هاشتاج، وهكذا الرقم 4 اللي ما فيش هنا ولا سبيس واحدة، مفيش أي سبيسز، وبعد كده فيه الأربعة هاشتاج. لو دخله رقم 1 هيترسم هاشتاج بس ومفيش ولا سبيس. ايه اللي بنحتاج نعمله؟ ان احنا نكتب سودو كود. سودو كود بأي لغة انت تفهمها، انجليزي بقى عربي بس هو المفروض انجليزي، علشان بتاخد منه الفانكشنز اللي انت تكتبها، او لو مثلا لو في فيرب معين هو ده بيعبر عن اكشن المفروض يتعمل، فده بالتالي بنحوله للوب. مثلا فور اكزامبل مثلا بيقول لك برومبت يوزر فور هايت، البرومبت هنا اللي هو في حاجه معينه بتظهر في الشاشه يقول له دخل لي رقم، فبيبتدي اليوزر يدخل رقم وبعد كده يسجله عنده هو في فاريبل. طيب في هنا اتقالت في المحاضره ازاي ابرومبت يوزر، لو انت تهت ومش فاكر برومبت ازاي برومبت يوزر فور انتجر مثلا، ده اللي احنا محتاجينه بالظبط. انت اكس ده البرومبت نفسه جيت انتجر، فهو هيدخله رقم وبعد كده يروح مخزنه في الانتجر ده. تمام، فبكل بساطه احنا عايزين البرنامج يبقى يتعمل كالآتي: ننظف بس الشاشة بتاعتنا.
احنا هنفتح فايل جديد ونسميه ماريو دوت سي، ونكتب فيه هاشتاج انكلود ستاندرد انبوت اوتبوت دوت اتش، وهاشتاج انكلود سي اس 50 دوت اتش، وهما برضو يعني مساعدنا هنا ان احنا هما مدينا البداية دي. لو احنا عايزين ناخدها كوبي بيست في الاي دي اي، انا بحب اجرب الاي دي اي ده عشان يعني بحب يعني مخزن عليه كل حاجة. فبكل بساطة انا مش فاكر، بس مكتوبة هنا في المحاضرة ازاي ابرومت اليوزر. برومت يوزر مثلا اهو، انا هاخد كوبي بيست من ده او اكتبه بايدي. انا اقول برومت اليوزر فور، هو احنا عايزين الهايت بتاع الهرم. برومت يوزر فور هايت، فهقول له بكل بساطة هنخفي دي كده، هقول له جيت انتجر، يعني انا عايز انتجر من اليوزر وخزنه لي لما تجيب لما اليوزر يكتبه في الانتجر اللي اسمه هايت ده. تمام، فهنكتب كده، هنسيف ده، وبعد كده نكتب ميك اسف، هنكتب ميك الشاشة كنترول ال عشان اعمل كلير للشاشة، او كنترول كي ننضفها خالص، نكتب ميك ماريو، وبعد كده دوت فورورد سلاش ماريو، فهيسأل على الهايت، فانا هقول له 8. ده خلاص كده البرنامج بكل بساطة بتاع البرومت. بس هو هنا رجع قال لي ايه؟ رجع قال لي ان لو الرقم اقل من الواحد او اكبر من الثمانية فهيرجع تاني لستيب 1. ده معناه ان انا محتاج استخدم لوب. اللوب ده لازم يديني الفرصة ان انا اسأل اليوزر مرة واحدة على الاقل على الهايت، وبعد كده يتشيك الكونديشن، لو هو اقل من الواحد او اكبر من الثمانية يرجع تاني يسأل. اللي بيعمل كده لوب اسمه دو وايل. الكلام ده برضو مشروح في المحاضرة ومشروح في الشورتس، في اللوبس يعني، في المكان بتاع المحاضرة هنا بتاعت الشورتس بتاعت ديجلويد. طيب دو وايل، انا هكتب كده دو وايل، هو قال لي ان الكونديشن بتاعي لو الهايت اقل من الواحد اور اكبر من الثمانية احافظ على السبيسز عشان شكل الكود بتاعنا يبقى كويس. لو الهايت بتاعي اقل من الواحد والهايت اكبر من الثمانية يرجع يخش تاني هنا. معنى كده ان ده لازم يديني ترو عشان اخش هنا. طب لو اداني فولس هيخرج بره ويبتدي يكمل البرنامج. طيب اوكي. طبعا هنا انا عملت ديكلاريشن للهايت جوه اللوب، فكده مش هيتقري بره اللوب، فانا لازم الديكلاريشن بتاع الهايت نفسه ده يبقى يا اما بره البرنامج خالص يا اما جوه البرنامج لما يبتدي. فانا هعمله من بره وخلاص، انا عملت ديكلاريشن التايب مش محتاج اذكره مره تانية، وخلاص هو عارف ان ده انتجر. بالنسبه ل ازاي اقدر اقرر اذا كان الكونديشن ده صح ولا غلط، انا اولا انا محتاجه برضو لما يبقى في واحد فيقبله ولما يبقى في 8 فيقبلها، فهعمل او يساوي. طيب التروث تيبل عندنا هنا في حاله الاور اللي هم كتبوها في الانستراكشنز بتاعتهم، ده الكونديشن الاولاني، ده الكونديشن الثاني. لو كونديشن الاولاني ترو والكونديشن الثاني ترو فهيديني ترو، لو كونديشن ده ترو وده فولس فهيديني ترو، كونديشن ده فولس وده ترو فهيديني ترو. الحاله الوحيده اللي الاور بتدي فيها فولس الاثنين يبقوا فولس. فتعال نرجع هنا ونتشيك البرنامج بتاعنا. لو انا مثلا دخلت له رقم 6 هقول له الستة دي اقل من او تساوي الواحد؟ لا،
ده فولس. الستة أكبر من أو تساوي تمانية فولس، هيخرج بره اللوب ومش هيسأل اليوزر تاني وهيسمح لنا إن احنا نكمل البرنامج بتاعنا، وليكن مثلا عشان نتأكد إن احنا البرنامج بتاعنا ماشي صح، فهنكتب يعني برنت، يعمل لي برنت للهايت ده نفسه. الهايت از ده، نكتب هنا the number is، ونعمل بليس هولدر للانتجر نفسه، ونعمل ان، ونكتب برضو هنا ان علشان ننزل في سطر جديد عشان ما يبقاش في، عشان يعني يبقى شكل البرنامج افضل يعني وهو شغال، ونقول له اعمل لي برنت للهايت اللي احنا دخلناه ده عشان نتشيك بس كده يعني البرنامج ماشي صح ولا غلط. هنعمل ميك ماريو في هنا حاجة ناقصة، بيقول لي انتجر هايت اللي في الاول ده محتاج بعديه سيمي كولن، نكتب تاني ميك ماريو تمام. بعد كده كلير هنقول شغل لنا برنامج ماريو، هيقول لي هايت، فانا هديله مثلا 9، هيرجع يسألني تاني هايت اديله 10، هيرجع يسألني اديله -1، بعد كده يسألني اديله مثلا اي كتابة، يرجع يسألني اقول له رقم مثلا 7 او 8 او 1، انا تشيك مثلا 7، فكده the number is 7. يبقى البرنامج بتاعي في الحالة دي شغال مظبوط لغاية دلوقتي تمام. طيب خلاص انا مش محتاج برنت اف دي، انا كنت حاططها بس علشان اتشيك ان البرنامج شغال مظبوط. نرجع تاني للانستراكشنز بتاعته. انا دلوقتي خدت رقم اسمه هايت اللي هو الارتفاع، وعايزين هو كده ايه نبتدي نرسم الهرم بتاعنا بالهاشتاج من غير السبيسز، يعني كتجربه الاول، فنمشي واحده واحده معاه. خلاص هو البرنامج قبل معانا الرقم ما بين ال1 وال8 او ال1، حتى برضو نجرب اذا كان بيبقى معانا واحد ماريو، هنقول وايت 1 فقبله معانا، ما قبلوش اوكي. طب لو عملنا كده عملنا 3 اوكي، عملنا 8 مش قابل معانا 8 ليه؟ عشان كده ميك ماريو اوكي. انا كنت غلطان في دي، هنقول ميك او نخرج بره ده ميك ماريو ماريو اوكي. هنا لما انا كنت دخلت او يساوي، قلت هل هو الواحد اقل من او يساوي الواحد، فهو اداني ترو، احنا عايزينها تديني فولس، فلازم اشيل اقل من واحد دي، اشيل يساوي علشان يديني فولس في الحالتين عشان يقبل معايا رقم 1 ورقم 8 تمام. طيب بعد كده هنبتدي نرسم بقى ايه الهرم بس من غير السبيسز كنوع من انواع التجربه برضه. فهو بيقول هنا بقول النستد لوبس، النستد لوبس دي برضو اتكلم عنها في المحاضره. طب احنا الاول نبتدي نرسم الهرم، نرسم الهاشتاجات بس. طب احنا الهاشتاجز بتاعتنا نكتب كده هاش تاج او هاش بس كده، ونسميها هنعمل فاريبل اسمه هاشز عباره عن انتجر برضو عشان نستخدمه في البرنامج. طيب على فرض انا دخلت،
انا عايز ارسم هاشتاج واحدة، هنقول نستخدم فور لوب، فور الفور لوب العادية بيقول اول حاجة هنعمل كونديشن، اول حاجة يعني هنبتدي بيها اللي هي الاي مثلا بتساوي زيرو، الاي اقل من الهايت، تمام. اي بلس بلس، طيب احنا هنبدل الهاي دي نخليها هاشز، لو الهاشز بتساوي زيرو والهاشز اقل من الهايت فالهاشز بلس بلس، نفتح الفور لوب. هنفهم دلوقتي احنا محتاجين نعمل print، الهاشتاج ده عبارة عن علامة عادية جدا، بعد كده اوكي نجرب كده. ده بيقول ايه هنا؟ الهاشز بتساوي زيرو، ابتداها بزيرو وبعد كده الهاشز اقل من الهايت، الهايت هنا بتاعنا اللي هو الرقم اللي دخل ما بين 1 و8، فيروح عامل برنت ده كده، برنت ده كده، نجرب كده برنت. نشوف بس كده، اوكي احنا عايزينه يطبع هاشز الاول ولما يخلص السطر ينزل. اوكي اوكي الاكزامبل ده فور لوب تاني عشان طيب احنا مثلا الاول هو المفروض يطبع، لو اديت له رقم 8 هيطبع هاشتاج في السطر الاولاني وبعد كده ينزل في لاين جديد وبعد كده يطبع سطرين هاشتاج، 2 هاشتاج وبعد كده ينزل في لاين جديد. طيب لاينز احنا عايزين مثلا نجرب ان احنا نطبع اللاينز الاول، عدد الصفوف الاول، هطبعها الاول كده مثلا، بس هحط دوت كده برضو للتجربة الاول او يعني داش كده عشان اشوف بس اللاينز اللي اتطبعت. هعمل كده تجربة ميك ماريو، هايت مثلا 5، فالمفروض يطبع لي 5 1 2 3 4 5، هو كده طبع لي 5 سطور. تمام ال5 سطور دول انا عايز قبل ما يتبعوا، يعني قبل كل سطر ما يتبع يخش يلوب جوه هاي الاول ده، لا ده لاينز ده لاينز، ميك ماريو تاني بعد كده ماريو
انا عملت اديت له 5 سوري 5 فهو يديني 5. لو عملت ماريو 8 فطبع لي 1 2 3 4 5 6 7 تمام، 8 سطور ماشي مفيش مشكلة. ابتدي بعد كده اعمل فور لوب تاني علشان الهاشز نفسها. فور لوب جوه اللوب للهاشات، ادي هاش يساوي زيرو ثم الهاش اقل من الهايت الهاش بلس بلس print function هنرسم هاشتاج بس كده ونجرب اللي هيحصل. ماريو ماريو كده ماريو هيقول لي الهايت مثلا 5. اوكي في هنا غلط. طب هو هنا دخل الاول فور لوب مش ده المطلوب، نقول هنا ميك ماريو ميك ماريو يعني لو قال لو قلت له مثلا ماريو هيسيب ماريو مش ده المطلوب. المطلوب ان انا لما ادخله رقم 5 يبتدي يقول لي ان اللاين الاولاني ده يبقى فيها هاشتاج واحدة بس، فمعنى كده إن هنا دي كده فيها غلط، دي كده فيها غلط. يعني أقول له مثلا إيه أول سطر أو خلاص إحنا أوكي لغاية ده خلاص إحنا خلصنا منه ورسمنا بيه السطور. الهاشتاج الأولانية اللي دخلنا فيها اللاين هنا بيساوي زيرو، الهاش الهاش هنا لما دخل في اللوب قال اللاين اقل من الهايت طيب هو هنا ما طبعليش في اول في اول سطر عشان دخل على البرنت هنا على طول لانه لقى الكونديشن ده مش صح، الهاشز اقل من اللاينز لا فما دخلش في الفور لوب. الهاشز هنا بزيرو واللاينز لسه بزيرو، فالهاشز نقول اقل من او تساوي لاينز علشان يلاقي كونديشن ترو فيخش يطبع هنا وبعد كده يتريت يخلي الهاشز بواحد، فلما يجي هنا يقول الهاشز اقل من او تساوي لاينز يلاقي فولس فيخش يطبع اول سطر. هنجرب بقى ايه اللي هيتم يعني تمام. 5 مثلا 1 2 3 4 5 اشيل بس الايه دي كده عشان يبقى باين باينة. ميك ماريو 5 1 2 3 4 5 طيب هو كده تمام اشتغل ان هو يرسم الهرم بالمشقلب او الهرم يعني ان احنا نرسم بس الهاش. طب عشان نفهم ايه اللي حصل في الفور لوب، الفور لوب الاول حاجه بنبتدي بنقول ده الفاريبل الاولاني، الفاريبل ده اقل من الارتفاع فاحنا عايزين الفاريبل ده اقل من الارتفاع. مثلا لو انا قلت له الهايت بتاعي 5 فهنا اللاينز دي بزيرو والارتفاع ب5 فهيروح داخل يطبع وبعد كده يتريت يقول له خلي لي اللاينز دي بواحد، فهل هي ب5؟ لا اقل من 5 ايوه،
فهيبتدي يطبع تاني، يزود عليها واحد يبقى اتنين، اقل من الخمسة لسه، لغاية ما يوصل لرقم خمسة. هل هي اقل من الخمسة؟ لأ، فيخرج بره اللوب. جواها بقى هنقول الهاشز اللي احنا عايزين نرسمها بزيرو دلوقتي، الهاشز اقل من اللاينز. اللاينز لو احنا كنا في الحالة الأولانية خلاص، احنا قلنا مثلا اتنين، تعالوا عشان نبسط الموضوع هنقول ميك ماريو، وبعد كده نشغل برنامج ماريو، هنقول الارتفاع باتنين، الارتفاع بتاعي بيساوي اتنين، وعدد الصفوف بزيرو، عدد الصفوف أقل من الارتفاع، فهيخش أول حاجة هيقابلها هي الفور لوب، فهيتشيك يقول له الهاشتاج بتاعتك بزيرو، الهاشتاج بتاعتك أقل من اللاين، اللاين هنا كان بزيرو لسه ما عملناش فيه أي حاجة، فهيقول له اه، هيروح داخل راسم أول هاش، وبعد كده يزود عدد الهاشات اللي هي كانت بزيرو دي يخليها بواحد، فيخش هنا بقت الهاش بواحد واللاين زي ما هي بزيرو. هل الهاشز أقل من أو تساوي اللاين؟ هيقول له لا، يروح خارج بره اللوب ويروح داخل هنا يطبع أول نيو لاين، وبعد كده يزود اللاينز دي يخليها بواحد، فالواحد دلوقتي أقل من الاتنين، فهيخش تاني في اللوب. دلوقتي بقى اللاين بيساوي واحد والهاشز دي كانت بتساوي واحد، أقل من أو تساوي اللاين؟ هيقول له اه، هروح داخل العامل دي سوري، هو الهاشز دي كده بقت، الهاشز دي كده هو دخل بيصفر تاني العداد من الأول، الهاشز دي كده بصفر، بعد كده بيقول له أقل من أو تساوي اللاينز، هيقول له اه، هيدخل يطبع أول هاش، الهاش هنا بيزودها بقت واحد، واللاينز ما زالت عند رقمها اللي هو واحد، فهيقول له الهاشز دلوقتي أقل من أو تساوي، هيقول له هي تساوي دلوقتي لأن الهاش بقى واحد واللاينز بقت واحد، فيروح طابع تاني ويزودها، الهاشات بقت اتنين، الاتنين دلوقتي بقت أكبر من الواحد، فهيخرج بره اللوب ويطبع تاني، وبعد كده يطلع هنا تاني هيقول له إن اللاينز بقت باتنين والهايت بقى باتنين. هل هو أقل من اللاينز أقل من الهايت دلوقتي؟ هيقول له لأ، فهيخرج بره اللوب. كده ده اللي حصل كطباعة للوب نفسه. شرح اللوب برضو موجود في الليكتشر هنا، وموجود هنا في الاكزامبل اللي هم مدينهم لك، وكمان موجود في الشرح بتاع اللوبس. فاضل عندنا كمان في ماريو، هو بيقول ايه دلوقتي عدد السبيسز، السبيسز دي عايزين نطبعها قبل الهاشز، تمام. بيقول لي هنا ان number of spaces هو عكس الهاشات، يعني لو هو دلوقتي الارتفاع 8 فاللاين الاولاني هيبقى فيه هاشتاج واحدة والسبيسز هتبقى 7. يعني بكل بساطة انا عملت هنا declaration لانتجر اسمه spaces، فالسبيسز بتساوي الارتفاع اللي الراجل دخله ناقص واحد. لو هو دخل لي 8 هيبقى بدايتي أول سطر عندي، أول سطر عندي هيبقى 7 سبيسز. لو هو دخل لي مثلا 5 أول سطر عندي هيبقى فيه 4 سبيسز، فدي بداية السبيسز بتاعتي. طب السبيسز دايما هتطبع قبل الهاشتاج، فهنبتدي نرسم السبيسز هنا 4 4 هنقول طب السبيسز السبيسز بتاعتي خلاص انا عارف انها ب7 دلوقتي مثلا، ماشي. فاحنا هنحتاج كل مرة نقللها، هنحتاج كل مرة
نقللها للسبيسز عند السطر ده، هنقول ايه السبيسز في السطر الاولاني اكبر من، لو هي اكبر من السطر الاولاني لو لاينز فنخش سبيسز ماينس ماينس نقص لي منها، نخش نعمل print function دلوقتي عشان بس نشوف السبيسز، فاحنا هنرسم بدلها دوت بس كده، نجرب اللي هيتم. ميك ماريو الهايت ماينس واحد سبيسز، نخلي المعادلة دي بتساوي الهايت ماينس واحد، كده 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب تمام كده اوكي، فكده اشتغلت تمام. في كان برضه عمل حاجة اللي هي function يخليني استخدمه عشان اسأل اليوزر على الرقم، ونسميها مثلا ايه function دي، نسميها get height مثلا، نسميها get height height from user، والفانكشن ده هو كده البرنامج يشتغل، بس احنا بنحسن فيه يعني، نقول نسميها احنا عايزين هايت، فانت احنا عايزينه يدينا انتجر في الاخر، انت جيت هايت وهيبقى عبارة هيستخدم ايه برومبت from user، البرومبت ده بيبقى عبارة عن string، نسميه string p وخلاص ماشي، p اي p دي لازم تريتيرن، نخليها سترينج بعد كده، دي عشان نقفل بيها ونعمل ديكلاريشن للفانكشن دي كده من فوق، ونجرب نستخدمها، نقول الهايت اللي احنا محتاجينه يساوي، نقول بنستخدم من اسمها جيت هايت، نقول بليز please enter، please enter the height، ونشوف اللي هيحصل هنا، نخرج ده هنا
تشتغل معانا. ميك ماريو في اير هنا. الديكليريشن بتاع الانت معطيش ديكليريشن للانتجر نفسه. هنقول مثلا انتجر بي لازم اوكي ماريو في ايرور تاني. شوف دايما ايه اللي بيحصل هنا. انتجر بي لا انتجر احنا عايزين انتجر اي. ده انتجر اي ماريو كده تمام. اوكي نستخدم برضو ازاي اعمل فانكشن هو مشروحه برضو هنا في المحاضره. البرومبت ازاي اعمل فانكشن تعمل برومبت مكتوبه في المحاضره هجيبها لكم حالا. اهي انتجر جيت بوزيتيف انتجر سترينج برومبت وبعد كده يعرف الانتجر ان. هنا هي تقريبا نفس اللي انا كتبته في المحاضره. بعد كده هنعمل ماريو انتر هايت دخل 5. فاحنا كده عملنا ايه؟ استخدمنا فانكشن حاجه من المحاضره. برضو احنا ممكن نعدل الفور لوبس دي كده ونعمل مثلا فانكشن تطبع لي spaces لوحدها وfunction تطبع لي ال hashes لوحدها. فاحنا نعمل بس ال space دي كده عشان هو المفروض ما تطبعليش النقط دي. احنا بس كنا بنستخدمها عشان نشوف كده. نكتب ماريو 8 فهيطبع لي ده كده. ال session ال pset خلصت. وعلشان نسبميت ال pset بتاعتنا فاحنا هناخد الانتري دي اللي هي سبميت 50 كده وهندخل في التيرمينال بتاعنا كوبي بيست وهيطلب مني اليوزر نيم والباسورد بتاعي سعيد في مشكلة في الـ authorization بتاعتي. اوكي authorize CS50 تمام. كده عملت authorize وهرجع تاني ايه اعمل submit. اوكي ارجع تاني اسبميت هنا. preparing ويقول لي انت خلي بالك من academic honesty submit fine yes with HTTPS with خلاص تمام كده. انا خلاص عملت submission وبيقول لي هنا عشان تشوف الريزلتس بتاعتك ايه اللي حصل فيها. انا اخش هنا open view
حلو. نشوف هنا السبمشن بتاعي. برضو في عندنا حاجة لازم نتشيك عليها قبل ما نعمل سبميت، اللي هو الستايل 50 ماريو دوت سي، عشان يقول لي ايه الستايل بتاعي مظبوط ولا مش مظبوط. طبعا الاحمر ده ان انا محتاج اعمل مسافة ما بين، ان انا اشيل المسافة اللي ما بين السطر هنا دي كده، معناها ان انا لازم اشيل مسافة هنا، لازم اشيل المسافة عشان يبقى الستايل بتاعي كويس. هنا الهايت ده عايزة تزيد، وهنا دي عايزين نشيلها. في ايه تاني؟ نراجع الهايت عشان ناخد السكور كله، وده نزوده وده نزوده، ندوس سيف ونعمل تاني. we consider adding more comments. طيب ماشي اوكي. ده printing spaces مثلا، وده printing hashes، ده function to get height from user، Ctrl S ونشوف تاني. looks good تمام. نريسبميت تاني. لو سبمتها عملت سبميت 50 مرة مفيش مشكلة، اخر واحدة هي اللي تتقيم، واعلى واحدة فيهم في السكور هي اللي تتقيم لو انت عملت 2 بي سيتس مثلا كده. يس انا اوريدي تمام. ابلودنج، بعد كده هيقول لي خش شوف السكور بتاعك. اوبن. تمام 10/10 ستايل، ما في زيرو كومنت. اوكي كان الستايل هنا ما كانش 10/10 في الاولانيه اللي احنا عملناها، ولينا لما عملنا سبميت هنا ستايل 50 كونسول ادم كومنتس لوكس جود. تمام هو ده جديد، ده انا اول مره اشوفه في السكور ده، بس تمام اوكي مفيش مشكله. المهم ان التشيك 50 بتاعي تمام. ماريو اكزيست بي ريجكت سالب 1، الهايت من 0 1 تمام، بي اكسبت ده اكسبت 8، بي ريجكت 9 بي اكسبت 2، بي ريجكت اي حاجه غير الارقام تمام كده. انا البي سيت بتاعتي تمام ومظبوطه. شكرا لكم.